للمزيد ينضم إلينا الآن من كابول مراسلنا فضل القاهر. قاضي فضل، أهلا بك معنا، نتابع معك آخر الجهود، جهود الإغاثة المقدمة لأفغانستان. نعم، بالفعل اليوم وصلت طائرة ثانية من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة في مطار قندهار، وهذه الطائرة تحمل على متنها مساعدات إنسانية عاجلة، وتحمل على متنها كذلك أدوية ومعدات طبية وأغذية. طبعا في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، خاصة في ظروف حرجة جدا، طبعا هذه الدعم يأتي ضمن رحلة ضمن تيسير جسر جوي تم تدشينها من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة. وهناك اليوم حقيقة يعتبر ثلاثة عشر طائرة من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة تصل إلى أفغانستان. طبعا هذه المساعدات التي اليوم وصلت إلى قندهار ستسلم إلى وزارة الصحة الأفغانية، والتي يشرف عليها حركة طالبان، ومن ثم يقومون بتسليمها إلى المستحقين. طبعا وأيضا كذلك بعض هذه المعدات وهذه الأغذية يتم تسليمها كذلك لممن هم أكثر حاجة في هذه الظروف. طبعا لا ننسى أن هذه المساعدات تأتي في إطار، خاصة بالأمس هناك إعلان عن دعم دولة الإمارات العربية المتحدة في دعمها ب50 مليون دولار ضمن مشروع الدعم الإنساني للشعب الأفغاني في مؤتمر الذي عقد بالأمس في جنيف، والذي حضره بكبار المسؤولين ووزراء من جميع دول العالم برئاسة الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش، والذي تم الإعلان عن أكثر من 1 مليار دولار للشعب الأفغاني في هذه الظروف التي تمر بها البلاد. ولا ننسى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تستضيف حقيقة في أبوظبي الملايين من الآلاف من المواطنين الأفغان الذين يريدون التوجه إلى بلدان أخرى. نعم، شكرا لك من كابول مراسلنا فضل القاهر قاضي.